الدنيا جاية عليا ياما الفترة دي والله دي النفسية سالب صفر المية ما بقتش قادر أكمل بكايا في العين علم حتى اللي مني أمي يا أمي يا ست الكل أنا من غيرك وقت ممل لو عايزين تعرفوا السر ده رضاك يا أمي مقويني أمي يا أمي يا أغلى ملاية نفسي أهديلك أغلى هدية والله ما تكفي فندق بتاع يزن ده ميلتون بتاع ندى او او اوبو ده ملت ده فندق بس بالفراوله وموز بتاع غزل وده رول بتاع محمد وده سنيكرز كيك بتاعتي انا استنى هاي استنى المشروبات بقى يا جماعه انا مش قادر اصور عايزه في طريقه ثانيه هفق ندى محمد ما بتحبش الموز روحتينا بنت غزل ما انت جايب لك الحاجات دي انت اخترت الحاجات دي كوكيز وبراونيز وكلير هتعمل كده زي النوتيلا خلي بالك غزل خلي بالك هيقع على الموز الحمى بصي ودي لا بتاعتي انا الحمى بقى خلي بالك طب ايوه على بق واحد يا معلم قشطه يلا يلا لول ماشي لسانك يا ماما ماشي يلا تعالي بقى ايه دلوقتي ندي بتحب مكة ايه؟ بعشق مكة خدي يا كوكا ايه وقعت استني الموز سايح خدي يا كوكا تعالي بقى كده ايه بتحبي كده حبيبتك بس الصدمة ايه ده انت مش بتحبي ايه؟ خدي يا مكة مش بتحبيني مش هتاكلي الموز ده؟ خدي يلا افتحي بقك لو بتحبيني لا يا حلاوة لا يا حلاوة افتحي حلاوة بصوا يا جماعه التعويره في ايدي دي بسبب يزن احكي لهم سبب التعويره يا جماعه طبعا ماما ما بتحبش الموز وهي ما بتحبش الموز برضه يلا اكلها انا طيب مرات اخويا جميل تيجي نعمله زي الفيسبوك مرات اخويا العقربه طالبه مشروب غريب ايه هو يا مرات اخويا اسمه ايه يا مرات اخويا موهيتو باشن فروت طلبوا الويتر وقالوا لو سمحت هي بتشربي اسمه ايه ناد ايه حبيبتي 7 اب ولا ايه ناد 7 وعليه باشن فروت استنى نجرب على مهلك ايه برنس جميل ايه باين على وشك جميل قوي بجد البرنس باين عليه انا والبرنس طلبنا بقى الحاجات الطبيعيه شاي بالنعناع وشاي وغزل طلبت موز انا بحب الشاي بالنعناع بس جاته في البوز كل يبقى على بقك ما شاء الله بقى ايه وزروت بس استنى يا زن استنى غزل الاكل حلو عجبك طب ايه امك كبيتي في الشاي امك بقى حلو ده هو الشاي بس حبه شاي صغيرين مش مهم يلا ندى عايزك سؤال ندى غزل عايزة تسألك سؤال ندى عندك فوبيا من الموز ايه عندك فوبيا من الموز عندك فوبيا من الموز اه عندي فوبيا يا جماعة ندى بتقول ما بت يعني متعرفش تشم الموز تقول ما بحبش تشم الموز ايدك والشوكولاتة وانا نفسي ابيض ايدك والشوكولاتة ربنا ما شاء الله الاحمر فين بيقولك الاحمر هو مش على البنطلون انت عندك عكس الوان اوه رهيب هو قصدك على الشراب ايه؟ اه قصدك على حاجه ثانيه صح انا كل يوم بنزلكوا حاجات سوا نو رياكشن تعالوا بقى انا بعشقه قوي لسه جايب في حاجه في البيت واحده جايبها لكم جامده بس شكلها مش زي الحقيقه يعني مش زي الحقيقه؟ لسه عارفاها طب يلا هل يمكنك ان تكون
يلا غزل. بص ايه ده؟ دي لعبه. انت مش عايزه لعبه، انت عايزه حاجه تعمليها نو رياكشن. بص انا هجيب لك ايه، هجيب لك المفاجاه اللي جبتها بالسعر. طب يلا غزل. لا بس بالصور. لا صور. لا بقى صور. احنا جبناه بدونين. مش هجيب حاجه ثانيه، مش هجيب حاجه ثانيه. استقريتي خلاص يعني؟ مش عايزه، مش عايزه اسمه ايه؟ الف كده وبعد كده. طب يلا جرب. خلص. لا عشان فيبس. خلص. يلا غزل. لا مش زي التاكس. يلا غزل. ها اخر قرار جبتي اخر دي؟ طب يلا. بس يا جماعة غالية بكام؟ 400 جنيه 600 حاجة زي كده. جايبها لك عشان بعشقكم. طب يلا. وعايزة يلا. طب يلا حاسبي عليه. عمو ثاني نشوف هيقول لنا كام. يلا 450. لا 450. طب يلا شوفي يا جماعه كل حاجه. خياره مخلله. بس طعمها حلو والله. خياره مخلله. هي بتحب الخيار. هي ايازه هجيب له برقوق. هي ايازه فلفل مخلل. يلا غدا. بشوف ناس سنه، بشوف ناس بيتحول حتى خلصت. طب ده في الفيديو بقى، هنعمله في الفيديو. يلا غدا. مبسوطين جبتوا كل اللي نفسكم فيه؟ اه بجد يا جماعه. والله كل ده عشان خاطر اجلكم. لك انا اجلكم. يلا طب يلا بس امشي يلا عشان ما ندهوش. يزن تعالى هنا. يزن يزن يلا بينا. عشان خاطر اجلك، عشان بحبكم يا جماعه. عشان هي بتعمل لكم سلسله الفيديوهات اللي هي بتاعه نوري اكشن دي، هي فرحانه بيها قوي. نوري اكشن. نوري اكشن. عايزين تصوروني. صوروني. تعلموني يعني اكتر ما في عندكم. هي عايزه تجيب يا جماعه تكمل مليون سبسكرايبر عندها. يا جماعه كل ده بس عشان عايزه اجيب الدرع والنبي. حلو كده يعني. هي عايزه تجيب الدرع الذهبي. كل ده عشان اجلك. لكن والله لو لكن لو والله ما كان ما فيش نوري اكشن. ريت مصورتك والله. وقعت بفكر فيك كتير بالي عليك. تعال الاغنيه دي. تعرفي يا صحابي والله لما كنتش بصور نوري اكشن كان حاجه جبت المحل كله بالزيت. صافي عجبتك بس والله بتبقى هي اه. كنت في الشنطه مع مامي.